أقصى شمال جبال الأطلس المتوسط، مجال التقاء الريف بالأطلس، نقطة تداخل فضاءين متباينين، همزة وصل بين الشمال والجنوب، جبل تازكا. على مساحة تقدر بنحو 680 هكتاراً وعلى بعد حوالي 46 كيلومتراً عن مدينة تازا، فوق قاعدة من شست وصخور هرسينية ترتفع عن سطح البحر بنحو 1980 متراً، أنشئ منتزه تازكا الوطني. قمة تحيط بها هالة من ضباب، وتكللها غابة من أشجار الأرز التي طالما اعتبرت رمزاً لجبال الأطلس المغربية، شامخة شموخها، صامدة صمودها، راسخة تذكر بأيام خلت حين كانت هذه الشجرة واسعة الانتشار رحبة التوزيع. كان الهدف من إقامة هذا المنتزه منذ سنة 1950 هو حماية المصادر الطبيعية التي توفرها قمة هذا الجبل، خاصة خصلة الأرز هذه التي بقيت منعزلة عن غابات الريف وجبال الأطلس المتوسط. 40 سنة بعد ذلك تقرر توسيع المنتزه ليشمل مجالات طبيعية أخرى ذات أهمية إيكولوجية صرفة، شلالات متدفقة، مغارات مثيرة، غابات كثيفة من البلوط بكل أنواعه، مناظر ريفية ممتعة. كل ذلك مدد من رقعة المنتزه لتصير مساحته 14,000 هكتار، كبرت معها الأهداف وامتدت إلى حماية كل نباتاته ووحيشه، مع الحفاظ على غابة الأرز بتازكا النواة الأولى لإنشائه. شمال شرق منتزه تازكا الوطني تنتصب تازا المدينة، مدينة أقيمت على حدود هضبة منحدرة تشرف على الفج الفاصل بين كتلة جبال الريف وجبال الأطلس المتوسط، وتصل ما بين السهوب الجافة للمغرب الشرقي وسهول المغرب الغربي الخصبة. موقعها المتميز هذا والمرتفع عن سطح البحر بنحو 585 متراً جعلها كقلعة تقوم منذ نشأتها بوظيفة عسكرية حمائية بالدرجة الأولى. عرفت تازا استقراراً بشرياً متجذراً في القدم، فما عثر عليه من مخلفات بشرية داخل مغاراتها دليل على تعمير المنطقة منذ سالف الأزمان. أقام بها المرابطون إبان حكمهم حصناً لمراقبة الممر الذي يصل المغرب الشرقي بالمغرب الغربي،
أما الموحدون فأسسوا سورها وشيدوا جامعها الأعظم واتخذوها كرباط أطلقوا عليه رباط تازة. ونظرا لموقعها المحصن اتخذها المارينيون عاصمة مؤقتة لحكمهم وأنشأوا بها مجموعة من المعالم العمرانية. سنة 1665 للميلاد دخلها المولى رشيد واتخذها قاعدة لمحاصرة مدينة فاس والاستيلاء عليها، ويعود اهتمامه بها إلى ما كان للزاوية الدلائية من نفوذ بعد تحكمها في المحور التجاري التقليدي فاس سجل ماسة. بداية القرن العشرين أصبحت المدينة تنقسم إلى حيين، أحدهما شمالاً يحيط بالجامع الكبير ويعرف بموالين الجامع، والثاني جنوباً ويعرف بالفوقيين نظراً لطابعه المرتفع. وتتجزأ المدينة حالياً إلى جزئين اثنين، قسم علوي أطلق عليه اسم تازة العليا وآخر تحتي سمي تازة السفلى. بموجب معاهدة 30 من شهر مارس سنة 1912 وضعت تازة تحت الحماية الفرنسية، فظلت تحتها حتى هل فجر الاستقلال. بحكم طابعه الجبلي يتميز إقليم تازة بمناخ شبه قاري، بارد رطب شتاء، حار جاف صيفا. يتراوح معدل درجات حرارته السنوية ما بين 0 و 38 درجة، أما تساقطاته المطرية فهي تتأرجح بين 100 و 200 مليمتر سنويا في المناطق الجافة، بينما تتجاوز 500 مليمتر في المناطق الرطبة. يعد الإقليم المنطقة التي تتلقى أكبر كمية من التساقطات الثلجية بالمغرب، وتبلغ الفترة المتوسطية لهذه التساقطات مدة 30 يوماً، تكسو الثلوج خلالها كل مرتفعات تازة، لتدوم بأعالي الجبال 6 أشهر على الأقل. ويتميز جبل بويبلان المنتمي للإقليم والمرتفع عن سطح البحر بحوالي 3000 متر ببقاء الثلوج بقممه على مدار السنة. تغطي مساحة إقليم تازة نحو 15000 كيلومتر مربع، يقطنها بكثافة 49 نسمة في الكيلومتر المربع حوالي 1000 نسمة، يمثل فيها القرويون نسبة 71%، يعتمدون في عيشهم على الفلاحة والتجارة بعد انسداد أبواب الهجرة في وجوههم إلى الديار الأوروبية. ظلت أراضي تازة تلعب دوراً جوهرياً في الاقتصاد الوطني، فهي ركيزة للمنتجات الحيوانية بالمغرب، خصوصاً إذا علمنا أن 30% من اللحوم المغربية مصدرها تربية المواشي المكثفة بالإقليم. إلا أن انتشار زراعة الحبوب عملت على تقليص أجود الأراضي الرعوية، مما أدى إلى إضعاف الموارد الغذائية للمواشي ونقص في أعدادها. ولأنها منطقة جبلية تفتقر إلى أراض زراعية منبسطة، أقيمت على منحدراتها مدرجات تزرع بها أغلب المحاصيل الزراعية كالحبوب والخضروات وبعض الأشجار المثمرة كاللوز والزيتون. إنها وسيلة تعمل على الحد من تآكل التربة وانجرافها بسبب تصريف المياه وارتفاع معدلات الأمطار.
يشكل قطاع الزيتون أحد القطاعات الفلاحية الواعدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. هذه الشجرة المباركة تغطي حوالي 75 ألف هكتار، وهو ما يعادل 22% من أراضيه الصالحة للزراعة. لكن المنطقة تتوفر على مؤهلات هامة لتوسيع مجال غرسها ليصل إلى أكثر من ذلك. شهر أكتوبر من كل سنة، وعندما تنضج حبات الزيتون يحل موسم الجني. إنه الشهر الذي يوافق تاريخ إقامة مهرجان الزيتون السنوي لجرسيف، إحدى المدن التابعة إداريا للإقليم، والذي يؤكد شهرة المنطقة بوفرة زيتونها وجودة زيتها. مزيان، كان نفطوه وكان لقطوه فتحيوت وكان جمعوه. نجني حبات الزيتون فنغسلها ونزيل عنها الشوائب لنأتي بها أخيرا إلى الرحى لتعصر. إننا لا نقذف بها في المعصرة مباشرة بعد إخراجها من أكياسها، بل لا بد من تنظيفها وانتظار نضجها. هذه لم تنضج بعد. يبتدئ موسم قطف الزيتون مع حلول شهر أكتوبر، ونظرا لبرودة الجو خلال هذا الشهر نترك الزيتون جانبا حتى يصبح الجو أكثر دفئا فنقدمه للمعصرة. إن زائر المكان لا تبدو له المنطقة ككتاب مفتوح في الجيولوجيا، وذلك من خلال أجرافها الناتجة عن التعرية والانكسارات، وكذا من خلال تشكيلاتها الكارستية ذات المجاري المائية الباطنية. طبيعة صخورها الكلسية الهشة وقابلية تربتها للانجراف ساعد على تشكيل عدة تجويفات ومغارات وكهوف تستقطب العديد من المستغورين المغاربة والأجانب لتساهم في إنعاش اقتصاد البلاد. لقد أكد باحثون مهتمون أن تازة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تضم أكبر عدد من المغارات والتجويفات، وصل عددها إلى 125 مغارة. هذا الكم الهائل أهلها لتنعت بعاصمة المغارات. مغارة فريواطو أو كهف الريح أشهر مغارات تازة، من أكبر المغارات العالمية. فوهة مفتوحة على شكل بئر عمقها نحو 171 متراً، يقارب طولها 3 كيلومترات. نسجت حولها العديد من الأساطير والحكايات، أشهرها حكاية إيطو، الفتاة التي قادها الحب إلى أن تنتحر رفقة عشيقها المجنون بارتمائهما من أعلى فوهة المغارة. مغارة ذاع صيتها ليحج إليها سنة 1935 نوربر كاستري، أحد عمداء علم الاستغوار، ويستكشف بعض أروقتها وسراديبها. معلمة طبيعية تستقطب تشكيلاتها الكارستية من صواعد وهوابط وستائر عددا مهما من الزوار يساهمون في تنمية المنطقة وإنعاشها. وعيا منهم بضرورة الحفاظ على جمالية هذا الموقع وحماية كائناته التحأرضية، يتفانى بعض أبناء البلدة في رعايتها والتحسيس بأهميتها. اسم مغارة إفريواطو هو اسم أمازيغي يعني باللغة العربية كهف الريح، إفرين هو الغار وذو هو الريح بالأمازيغية،
وبالنسبة للاهتمام ديالنا حنا بالمغارة، حنا كنهتموا بهاد الصخور اللي كتواجد لداخل، عندنا الحماية ديالها أكثر من الحماية ديالنا حنا، حيت راه كتاخذ واحد المدة زمنية طويلة باش كتكون، وكتاخذ ملايين السنين، لأن سنتيمتر واحد راه كياخذ واحد 100 عام المدة باش كيتكون. لتوفير الأمان وتسهيل نزول الزوار، قامت بعض الجهات بترميم مدخل المغارة وتجهيزها بالسلالم والأدراج، لكن تجهيزاتها هاته ظلت غير مقنعة، بل إن غياب بنية تحتية بالمكان كالمطاعم والفنادق يبقي هذا الموقع السياحي الذي قل نظيره دون مستوى التطلعات. بنفس الجماعة، نفس الدوار الذي تقع به فريواط، مغارة أخرى لا تقل أهمية، مغارة شيكر، تجويفة عمقها نحو 160 مترا، حفرت على الضفة الشمالية لمنخفض واسع مقعر كقمع يصرف كل مياه المنحدر ليصلها بنهر جوفي يطول لنحو 5 كيلومترات. إن غيرة الشباب التازي على ثراء منطقتهم وتنوع تضاريسها وأحيائها كان حافزاً لإنشاء جمعيات تهتم بالأوساط البيئية للمنطقة بما فيها الوسط الجوفي، فقامت بالمدينة جمعيات كثيرة، منها جمعيات تهتم باكتشاف ودراسة الكهوف والمغارات وتعنى بتعريف المنطقة ومؤهلاتها الطبيعية، جمعيات الاستغوار. في البداية اتخذنا الاستغوار كهواية، لم نكن قد أنشأنا جمعية بعد، هكذا بدأنا، كنا نتخذ الاستغوار كهواية ومتعة. نعتمد على وسائلنا البسيطة، إذا أردت اتباع المعايير المعتمدة يجب أن تتوفر على خوذة على الأقل وبزة وحذاء مانع للانزلاق، وبالطبع على حبال جديدة. داخل الجمعية تحملنا مسؤولية التعريف بالإقليم ومغاراته. على ذكر المغارات، لقد أحصي بالجهة الجنوبية لتازة 120 مغارة بإحداثياتها وخرائطها، وكل عام تكتشف مغارات جديدة أخرى. ألا تستطيعون عمل جرد مفصل لكل المنطقة؟ تماما، إنه ما تقوم به الجمعية الآن. في علاقتنا بالجمعيات الأخرى نقوم بالتعريف بالمنطقة ومغاراتها وباكتشاف مواقع جديدة أخرى. في بعض الأحيان تتصل بنا جمعيات أو وكالات أصفار من الرباط أو من البيضاء أو من الخارج ليقطوا هنا بعض الأيام، يأتون ليومين أو لأسبوع. لن أقول أننا نعمل كمرشدين، لكننا نعرفهم بالمنطقة ونقربهم منها، هذا هو دور الجمعية الأساسي. نختار بعض ساكن المنطقة الذين يريدون استقبال الزوار، فنخبرهم بالعدد الذي سيأتي ليعدوا لهم الطعام والشراب إن أرادوا ذلك، بالخصوص أهل الرباط والدار البيضاء، فهم يأتون ليعيشوا طبيعة أخرى مغايرة لما ألفوه، فيعودون إلى ديارهم مقتنعين وراضين كل الرضا بحسن مقامهم بتازة. يعني كيجي كيعيش واحد الأجواء أخرين، واحد طبيعة أخرى، شيء يعني يكون متأكد 100% كيمشي مقتنع بواحد الدرجة بأنه ساتيسفي بواحد الدرجة. إن حجاج هذه المواقع يجدون أنفسهم راضين كل الرضا عن زيارتهم للمنطقة وتمتعهم بجمالية مغاراتها واختلاف تشكيلاتها. ويصرون لرؤية تصلباتها الكلسية وقد صقلت باللورا متلألئا لامعا يتحدى كل القوانين ليعطي أشكالا ساحرة فاتنة. أعمدة، صواعد، هوابط، ستائر،
تدفقات من كالسيت تحالفت مع الزمان فأعطت أشكالا وتماثيل آية في الروعة والجمال. هذه الصور هي لمغارة شيكر، إحدى نماذج المغارات التازية المرصعة بالتصلبات الكلسية المختلفة. تحفة نادرة يتوق الكل لزيارتها، إلا أن ولوجها ممنوع في وجه العموم. إنها مغارة خصصتها المخاطر التي تلفها لكبار المستغورين المتمرسين، فرغم مدها بمختلف التجهيزات لا تزال تشكل خطرا على من ينفذ إليها، خاصة أثناء المواسم الممطرة. عند سقوط الأمطار أو أثناء ذوبان الثلوج يتحول حوض شيكر الجاف إلى بحيرة تغمرها مياه ساكنة، لكن على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة تنشأ دوامة عملاقة تحدث هديرا كهدير الرعد عند ابتلاعها للمياه. صارت هذه المغارة تخيف الناس منذ أن وقع بها حادث سنة 1976، لقد مات بها 3 مستغورين بلجيكيان ومستغور مغربي من تازة، فبعد أن دخلوا المغارة دهمهم المطر ليموتوا غرقا. إنه الحادث الوحيد الذي وقع بمغارات البلدة والذي لا يزال المستغورون التازاويون يذكرونه. لكن رغم المخاطر فجمالية المغارات وحسن مناظرها المنمقة بتصلبات الكالسيت تجلب محبي الطبيعة المستغورين ليتمتعوا ببهاء البرية ويتأملوا ما صنعه الماء بنفاذه عبر الشقوق، ولينهلوا من كرم الساكنة التازيين. نأتي إلى المنطقة منذ سنة 2004، جئنا إليها سنة 2004 و2005 و2006 و2008، وها نحن نتواجد بها مرة أخرى هذه السنة سنة 2010. نحن الآن نمشي على خطى نوربير كاستري الذي حج إلى المنطقة سنة 1930 ليكتشف كهوفها ومغاراتها ويكتشف شبكة شيكر التح أرضية. هدفنا هذه السنة هو محاولة تجديد المعدات الموضوعة بمغارة شيكر، فشيكر كانت قد جهزت من قبل بكثير من المعدات المعدنية والسلالم وغيرها. هذه المعدات بدأت تتآكل بفعل القدم وطلع مستوى المياه، لذا أردنا وضع معدات أخرى جديدة لكي يكون المستغورون في أمان أثناء استكشافهم للمغارة. لقد حققنا جزءا كبيرا من مبتغانا، رغم أن مستوى المياه كان عاليا وتثبيت المعدات كان أمرا صعبا، لذا عمدنا إلى ترك ما تبقى حتى المرة المقبلة. إذن فإننا سنعود يوما لإكمال ما بدأناه. شكرا. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, on ne va quand même pas trop. Enfin, moi, je ne voudrais pas trop mouiller quand même. Mais il y a des planches. Maintenant, j'ai déjà travaillé à Friwato.
كنت أشتغل بمغارة إفري وطو. بعد أن علت سومة كرائها قمت بتهيئ مأوى لاستقبال كل راغب في اكتشاف جبال المنطقة. هذا المأوى أطلقت عليه اسم مأوى ضاية شكر. إنه لا يبعد عن مغارة إفري وطو إلا ببعض الأمطار. يأتي إليه الآن زوار كثيرون، مغاربة، فرنسيون، إسبان، إيطاليون، زوار من كل البقاع. إن طبيعة صخور تازة ووفرة تساقطاتها تجعل من المنطقة أرضا للمغارات والكهوف بامتياز، وتجعل من كل زيارة لها موضوعا لاكتشاف جديد لمغارات جديدة. بمدخل المنتزه الوطني لتزكا على الطريق المؤدية لمغارة فريواتو كان موعد جماعة من المستغورين الأجانب لاكتشاف تجويفة جديدة قرب قرية سيدي مجبر. سيدي مجبر موقع أكسبته نظارته الطبيعية شهرة واسعة ليصنف موقعا سياحيا عالميا تعكس هندسته المعمارية وبناياته القديمة هوية المنطقة الثقافية. جماله المتمثل في روابيه المطلة على شلالات رقراقة سخية وأراضيه المكسوة غابات متنوعة النباتات والأشجار تزيدها بهاء جمالية عالمه الجوفي وتشكيلات مغاراته الكارستية ليقدم للزائر عالما ساحرا تنسجم فيه روعة السطح بفتنة الباطن. إيداعات من كالسيت حملتها قطرات الماء النافذة إلى أعماق الأرض عبر ملايين السنين لتشكل بها تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال. أروقة مزدانة سقوفها بهوابط براقة كالثريا. جدار مغطاة بتدفقات كلسية بيضاء. أرض منثورة باللورا متلألئا تتخللها صواعد كشمعدان من زجاج شفاف. كل هذا يضفي على المكان جمالا باهرا أخاذا يجعل الزائر ينسى مكان تواجده ليدرك بعد حين أنه بأعماق أقصى شمال جبال الأطلس المتوسط بين كتلتي الريف والأطلس باطن منتزه تزكى الوطني. إنه ممر مسدود. مسدود؟ نعم، إنه لا يؤدي إلى أي مكان.
رجيس. نعم، كيف هي الأوضاع هناك؟ قاعة جميلة آخذة في الانهيار، مليئة بتصلبات على اختلاف الأشكال، شلالات من ستائر، إنها حقا جميلة. في العمق تصلبات قابلة للانكسار. ألا يوجد أي شيء وراءها؟ لا 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 شيء. إذن لن نصل النهر من هنا. لا، لا تصل المغارة بنهر شيكل. ما علينا إلا البحث في مكان آخر. لما لا تنزل؟ إن المناظر هنا تستحق العناء. سيكون ذلك في العام المقبل، ليس الآن. بعد التوغل عميقا داخل المغارة وبعد استكشاف كل جوانبها وبلوغهم نهايتها، يعود المستغورون أدراجهم إلى السطح، وقد أنستهم روعة المكان عذاب الحبو والزحف والانحدار. يمثل منتزه تزكى الوطني وسطا ملائما لعيش الكثير من الكائنات. غاباته المورقة الكثيفة ومغاراته الهادئة الساكنة توفر منشأ لأصناف عديدة من الحياة. فإن كانت كهوفه ومغاراته تستقطب الإنسان المهتم بالأوساط الجوفية، فإنها تستهوي كذلك مستغورين من نوع آخر. طيور النمنمة أو التروغلوديت مينيون، طيور مقيمة تتردد كثيرا على الكهوف والأماكن المظلمة، نشيطة مغردة تؤدي زغرداتها بصوت بديع حاد. في هذا الوسط الذي تكثر أشجاره وتتكاثف، تقوم طيور القرقف بدور المنظف الذي يخلص الأغصان من ديدانها ويرقاتها. بطريقة بهلوانية بديعة تتعلق طيور القرقف أعلى البراعم فتتدلى لتنظيفها من كل الجوانب، ما إن تنتهي من تنظيف برعم من البراعم حتى تنتقل بخفة ورشاقة إلى آخر. إنها طيور نافعة تساعد على الحد من تكاثر الطفيليات التي تفتك بالأشجار. ورغم ما يمكن أن تسببه من أضرار للبراعم أو للثمار الناضجة، إلا أن نفعها أكثر من ضررها، وما تقدمه من خدمة للشجرة أكبر بكثير مما تسببه لها من أضرار. كاسر الجوز أحد سكان غابات البلوط والصنوبريات المخروطية المورقة، طائر حيوي نشيط بهلواني رائع، يقضي وقته متسلقا أغصان الأشجار وجذوعها، صاعدا تارة هابطا تارة أخرى ورأسه متدل إلى أسفل. إنها من بين الطيور المتسلقة التي تستطيع الهبوط من الأشجار مشيا بنفس السهولة التي تستطيع بها الصعود إليها. استمدت هذه الطيور اسمها من عادتها في وضع الجوز وتثبيته في صدع الأشجار وفتحه بضربات متكررة من مناقيرها الحادة القوية.
إنها طيور مدبرة تخبئ قوتها تحت لحاء الأشجار لتعود إليه شتاء عندما ينذر القوت الطازج. يضم نظامه الغذائي حبات الجوز والبندق والبذور، لكنه يتغذى كذلك على بعض الحشرات التي يجدها في فجوات جذوع الأشجار كالعناكب والديدان. ينتمي فتح الجوز إلى فصيلة نقار الخشب، لكنه على خلافها لا يستعمل ذيله كركيزة يستند عليها للتسلق، بل لا يعتمد إلا على مخالبه وأرجله القوية للتشبث بالجذوع والأغصان. يبني فاتح الجوز عشه بفجوات الصخور أو تجاويف الأشجار أو بحفر يحفرها على جذوع الأشجار الميتة، ويمكنه أيضا أن يشغل أعشاش نقاري الخشب المهجورة أو هذه الصناديق التي وضعتها له مندوبية المياه والغابات لتوفر له الحماية والاستقرار. أبو الحناء طائر صغير جذاب محبوب لوداعته وحسن تغريده، يتردد على الغابات والمنتزهات والحدائق، يمكنه التعشيش في كل مكان يقيم به، عدوانيا بطبعه تجاه طيور أبو الحناء الأخرى، يمكنه الاقتتال في سبيل الدفاع عن مكانه حتى الموت. من دون مملكة لا يستطيع أبو الحناء أن يعيش، بل يموت في غضون 3 إلى 4 أسابيع، لذا فهو يدافع على حيزه بشراسة وبكل ما أتي من قوة. عموما ما إن يظهر أبو الحناء درعه الأحمر لأبو حناء آخر حتى يتراجع الدخيل منهما، لعلمه أن اشتباكهما لن ينتهي إلا بموت أحد الأطراف. منتزه تزك الوطني محيط بيئي ملائم لعيش العديد من المخلوقات المتباينة الأشكال والأحجام، عاشبة ولاحمة وقارتة، وسط ترتبط حلقات سلسلته الغذائية لتكتمل دورتها دون خلل أو انقطاع. عالم يشهد تطور الكائنات وتحولها من صورة لأخرى حتى تتخذ شكلها النهائي لتعطي صورة عن تكيفها مع أوساطها وتشبتها بالحياة. شيء ما يتحرك يدب بين الحصى، ما عساه يكون؟ إنه يسروع أو يرقنة فراش، فراش في أطواره الأولى من الحياة، لتستمر في العيش وتتجنب الأعداء تلجأ يرقنة الفراش إلى عملية التمويه هذه، فهي تصنع لنفسها غمدا من حرير وتراب وبقايا النباتات، فتبدو كأي شيء خال من الحياة. لتتغذى تخرج رأسها وصدرها من غمدها المتحرك، فتأخذ في قرض أوراق النباتات أو الأشجار، في مرحلتها هذه يعتبرها الإنسان من الطفيليات التي تعيش على قرض مزروعاته وأغراسه. إن أغلب الحشرات تمر بأربع مراحل مختلفة من المسخ أو التحول عبر حياتها، فمن البيضة إلى اليرقة إلى الخادرة ثم البالغة، وتكون مرحلة اليرقان هي أطول فترة تعيشها الحشرة. بعض أنواع اليرقات تعيش مدة 3 سنوات، بينما لا يطول طور بلوغها إلا أياما قلائل،
ويرى قناة فراش الليل هذه سوف تعيش نحو 3 أسابيع إن قدر لها ذلك قبل أن تمر إلى مرحلتها الموالية. توجد أنواع عديدة من يرقات فراش الليل عبر العالم، كل نوع يصنع لنفسه درعا واقيا خاصا. بنمو حجمها تزيد يرقة الفراش من حجم غمدها، فتفرز حريرا تلصق به مزيدا من عيدان القش والحزاز حتى تغطي كل جسمها. إنها طريقة ذكية للتمويه وتجنب الأعداء من الطيور وآكل الديدان والحشرات. تبدأ اليرقة في صنع غمدها الذي ستقضي به كل فترتها اليرقانية منذ خروجها من البيضة. لما يحين موعد التحول تغلق يرقة الفراش غمدها لتمر إلى الطور الانتقالي الأخير بين اليرقة والحشرة الكاملة. عندما تكتمل كل أطوار التحول تغادر الذكور ملاجئها لتطير بحثا عن أزواج لها، في حين لا تغادر الإناث قط دروعها إلا للتزاوج أو تبقى فيدخل الذكر بطنه في غمدها ويلقحها لتبيض داخله وتموت. ما أغرب إذن حياة فراش الليل هذا، إنه لا يعيش حقا إلا للتزاوج وإنشاء أجيال السنة الموالية، ولا يكترث إلا لتأمين وضمان عيش ذريته المقبلة. هذا الفضاء الأخضر الذي يشكل محيطا رطبا وسط منطقة المغرب الشرقي الجافة يوفر الظروف الملائمة لقيام حياة متنوعة الأشكال. نباتاته التي تقدر أصنافها بنحو 5000 صنف و820 نوعا تمثل 21% من كل النباتات الوعائية المغربية. موطنها قمم الجبال العالية شمال جبال الأطلس المتوسط، منطقة تحضن منتزها من أقدم المنتزهات المغربية يمتاز بثرائه وتنوع أحيائه الناتج عن تاريخه الجيولوجي وموقعه الجغرافي وطبيعة تربته وجباله وعن ظروفه المناخية الماضية منها والحالية. من الخصائص المميزة لهذه الكتلة الجبلية أنها تجمع في مجال ضيق نسبيا 6 أنواع من الأشجار الممثلة للنسيج الغابوي المغربي: أشجار السنديان بما فيها البلوط الأخضر والقرمزي، وبلوط الفلين والزان، وأشجار الأرز الأطلسية التي كانت النواة في قيام منتزه تزكى الوطني. تنتوجد هنا في الأرزية ديال تزكى، وهي من المنطقة اللي هي محمية بصفة تامة من أي عمل اقتصادي بالنسبة للسكينة ولا بالنسبة لداخل المحمية. هاد المحمية ديال الأرزية ديال تزكى هي كتعتبر استمرار ديال الأرزية ديال الأطلس المتوسط بصفة عامة، وأرزية الأطلس الشرقي بصفة خاصة. المساحة ديالها تقريبا تبلغ 680 هكتار، والشجرة الأساسية اللي كتكون هذه الأرزية هو شجرة الأرز اللي معروف بالجمالية دياله أولا، وبالنوعية ديال القيمة الاقتصادية ديال الخشب دياله. والأرزية ديال تزكى طبعا أنها محمية، إذا ما تتعرفش إكراهات كثيرة من ناحية ديال التدهور ديالها،
ولكن كيف ما كان الحال فهي تتعرف بعض الأنشطة ديال الساكنة من ناحية ديال الرعي وديال جني الحطب ديال التدفئة، ولكن تبقى في واحد الإطار اللي هو تيسمح بالحفاظ على التوازن ديال هذه الأرضية. لقد كانت شجرة الأرز قديما تشغل حيزا كبيرا من غابات جبال الأطلس، ونظرا لتضافر الظروف المناخية وطغيان الإنسان تقلص مجال انتشارها وحلت محلها أشجار متناثرة من الزعرور والبلوط. لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها، فكرت المندوبية السامية للمياه والغابات في إنشاء مشتل يوفر ما يكفي من شتائل لإعادة تعمير المنطقة بهذه الأشجار المعمرة. بباب أزهار إحدى دوائر المنطقة أعيد إحياء مشتل قديم لتهيئة أشجار الأرز وإعادة غرسها في أماكنها الطبيعية. كنت واجد في المشتل الغابوي ديال باب أزهار اللي هو مشتل يعني اللي كان لي واحد درت فيه واحد التجربه، اول تجربه هنايا هو كان مشتل كان خدام قديم يعني كنا خدام في الثمانينات وفي التسعينات وتوقف نظرا لواحد المجموعه ديال الظروف ونظرا للحاجه ديال الاداره لهذا ليه فاحنا هذه السنه هذه ان شاء الله بدينا بواحد التجربه ديال يعني باش بالنسبه للشجر ديال الارز بالنسبه للشجر ديال الارز اللي ان شاء الله يعني باش غادي نلبيو باش غنلبيو البرنامج اللي عندنا ان شاء الله في المناطق على الصعيد الجهوي يعني تقريبا من العام للعام يعني كان عندنا واحد 100 قطار تقريبا اللي كنعاودوا لها اللي كنديروا التخليف ديالها وهذا يعني قطعتك هذا شحال عنده دابا تقريبا غيكون عنده هذا تقريبا عنده واحد يعني عنده واحد شهرين تقريبا دابا شهرين واللي غادي يستقيم واحد المده ديال سنه عندنا هنايا من بعد عاد غادي يعني غادي نمشي باش نغرسوا في المناطق الاخرى في المناطق اللي متواجد فيها الارز على الحاله الطبيعيه ديالو من المناطق ديال اللي تابعه للاقليم ديال تازا كيدير لي ان تريتمون ولا كيدير دي تريتمون بيان سور دي تريتمون تيكون كيدير دي تريتمون تقريبا يعني يبدو مادير تريتمون تقريبا كيديروا ديما والتسقيه ديالو كيتم بعد هاد بالنسبه للعمل السقي كنديروها في المساء ولا كنديروها في الصباح الباكر وهاد الاستاذ ان شاء الله هاد الارز ان شاء الله راه غنديو ان شاء الله المناطق ديال يعني المناطق ديال تازا خصوصا في المنطقه ديال تامجيت المنطقه ديال تامطروش ديال المنطقه ديال اصليه ديال المنطقه المعروفه بالارز بالنسبه للاقليم ديال تازا كل سنه تقريبا كيكون عندنا واحد البرنامج ديال 400 هكتار في الاقليم ديال تازا ديال التخليف ديال شجره الارز ومشتل بحال هذا غادي يساهم بشكل كبير من اولا من ايجاد شجيرات لازمه لهذا البرنامج وثانيا شجيرات اللي هي متلائمه مع المنطقه الخاصيات والايكولوجيه ديال هذا الاقليم ديال تازا كما كتشوف هذا الشجره دابا اللي كتقيم كتبلغ واحد ديال السنتيمات هي ديك الشجره اللي كتشوف في الغابه دابا اللي عندها تقريبا 25 متر و 26 حتى 30 متر تقريبا كتولي كبيره باش يعني شوفني شحال الوقت باش شوفني كتبدا التنين يعني راه كتلقى عندها قرون ديال إن ظاهر الإقليم يخفي وراءه جوانب لا تزال مغمورة لم ينفض عنها بعد غبار الإهمال جوانب يمكنها أن تعزز السياحة الإيكولوجية والاستغوارية بالمنطقة وتجعل من تازة قبلة يقصدها كل شغوف بحسن الطبيعة وجمالها
منتزهه الذي يضم أزيد من 5000 فصيلة نباتية نادرة و27 نوعا من الثدييات الكبيرة والصغيرة و83 نوعا من الطيور على اختلاف أنواعها. تكسوه أشجار من أرز وبلوط ظلت متشبثة بجذورها داخل الإقليم ليتم التفكير في إعادة توسيع حيزها حتى تعود كما كانت امتدادا لغابات جبال الأطلس المغربية ووسطا بيئيا ملائما لضمان استمرارية كائنات المنطقة وأجناسها الحيوانية.